حصيلة ديال الجامعة المغربية في هذه السنة. أنا بغيت نهنيك سيد الوزير على الجرأة ديالك، هذه الجرأة اللي بالفضل ديالها خضعتي الصلة مع مجموعة من البرامج ديال الوزراء السابقين والحكومات السابقة، وحيدتي الباشلر وحيدتي الأنوية الجامعية، وقلتي لنا غادي تقرب لنا الجامعة، الطالب يمشي للجامعة ماشي الجامعة اللي غادي، فلا الطالب جا عند الجامعة ولا الجامعة مشات عند الطالب. اليوم الجامعة المغربية الترتيب ديالها، وهذه كنهنيوك عليها كذلك، 154 درجة رتبة، وبقينا غير واحد شوية، وبهذا الطريق اللي غاديين فيه مع هذا التصعيد اللي كاين اليوم مع كلية الطب والطلبة، هذيك جوج المراتب غادي نخرقوها وغادي ندوزوها إن شاء الله، وغادي نوصلوا للمرتبة غنتربحوا في المرتبة الأخيرة. المسألة الأخرى اللي بغيت نهنيك عليها السيد الوزير هي هذه الاستباقية ديالك والنجاعة ديالك والتسريع بحل المشاكل. اليوم تتقول لنا بأنه في ظرف أسبوع جلستوا مع الطلبة وحليتوا معهم جميع الملفات العالقة، مع العلم أنه هذا المشكل تحل من دجنبر 2023، 6 شهور وهو مستمر ما كاينش حتى الوساطة ديال الوزارة اللي تدخلوا في الملف جهطي السيد الوزير. الزملاء ديالك في الحكومة داروا مبادرات وتم الإجهاض ديالها بالإعلان على الامتحانات. أش غادي هذا الطالب اللي قرب ما قراش 7 شهور أش من امتحان غادي يدوز؟ غير أعطيه غير الحق في الاستعداد النفسي باش يمشي يدوز الامتحان وهو متأهل ومتأهب باش يدوز هذاك الامتحان. ولكن جيت تقول لنا اليوم السيد الوزير، وهذا هو اللي ما بغيناش الاستمرار في نشر المغالطات، لان راه جميع راه كاين ملفات العالقه، والملفات العالقه راه واضحه، الملف العالق ديال 7 سنوات العقوبات، برمجه دروس في كل يعني اسدس، المطالبه بمهله كافيه لاعداد الامتحانات وتوقيع محضر اتفاق. راه الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمن وقال لهم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليتقي الله. راه عليك دين السيد الوزير في مواجهتنا، اتق الله في هؤلاء الطلبه. علاش نقول لك هذا الكلام السيد الوزير؟ راه هذا الوطن كان كريما معك، كان كريما معك للغايه، كنت رئيسا لاعتاد جامعه من جامعات ديال المغرب، وانت اليوم وزير في الحكومة وأديت القسم، كنطلبوا منك أنك تكون الامتثال ديالك لهذاك القسم اللي أديتي وتحمل هذا الملف بالمسؤولية. ما تلقاش راه ما كاينش شي حد اللي بغى يركب على ظهر هاد الطلبة بالبت والمطلق، بالبت والمطلق أقول لك سيد الوزير، لأنه إذا كنا غنركبوا غنركبوا ظهورهم ضعاف، علاش غنركبوا؟ ما تنظنش أنه كاين شي واحد اللي غادي يفكر. ثانيا هاد المدة ديال التكوين السير ما فهمناش هاد المفارقة السيد الوزير، الطلبة القدام اللي 7 سنين كانوا كيقراوا 4500، هادو اللي من واحد السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة غيقراوا 3900 ساعة، هادو غتقريهم 4800 ساعة، ما فهمناش هاد المعادلة. نقصتي سنة ومع ذلك زدتي في السوايع، ما فهمناش هاد المفارقة هذه كيفاش غادي ديروا لها السيد الوزير. ومعذرة هاد الشيء راه ما كيحتاج تصفيقات. اولا كتقول شي حوايج اللي ما منهمش نهائيا، ماشي اولا خصك درس الموضوع قبل ما تخرج بحال هاد الارقام هذه. وبغيت نشكرك لان نوهتي بالعمل اللي درت في القاضي عياد، شكرا بزاف. وقلتي بان الجامعات المغربيه نزلات في الترتيبات، واش كتعرف اش كتقول؟ واش هادشي اللي كتقول واش معقول هادشي؟ بالعكس كانوا عندنا 4 الجامعات ولاو 6، اليوم حنا واصلين ل8، وغادي يدخلوا الجامعات بهاد الوسائل اللي عندنا. الجامعات الحمد لله المغربيه والطالبات والطلبه المغاربه كلهم مطلوبين على الصعيد الدولي، وهذا هو المشكل ديالنا. المشكل ديالنا اولادنا مطلوبين على الصعيد الدولي. دونك ما غنبقاوش نشتموا في بعضياتنا. اليوم كاين مشكل اللي فيه وليدات وبنيات وفيه عائلات، وخصنا تكون عندنا شويه الحكمه ونحاولوا ما نركبوش على هذه المسائل، هذه خصنا نتعاونوا عليها. انا كنقول لك بان السيد وزير الصحه وزير الصحه كاين، كل النقاط تعاملنا معهم كلهم، ما بقاتش شي حاجه. ياك حنا دابا كتقول غير على هاد المسائل اللي تكلمنا عليهم، العقوبات، انا كنقول لك دخلوا وما كاينش شي نقطه اللي تغلبنا. شكرا السيد الوزير.